انا يوسف عثمان واهلا بيكو في الديربي. ديربي القرن اللي فات الزمالك والاهلي، كان في مشجع زملكاوي معانا النهارده عبد الرحمن. عبد الرحمن ساعتها كان متحمس جدا ان الزمالك اكيد يكسب الفاينل، الراجل زملكاوي. 1-1 والدقيقه 86 وفجاه جت القضيه. حاجه كويسه اللي انا قابل مشجع زملكاوي ده، انا شايفها انها حاجه كويسه مش وحشه. انا اسمي عبد الرحمن، مشجع زملكاوي وانا عندي 7 سنين. وانا داخل الملعب طبعا، الملعب ده عشق طبعا. موضوع الكوره ده بالنسبه لي هي الهوايه رقم واحد. صباح الفل. صباح العسل. تعالى في تقليد هنا، تعالى في تقليد لازم نعمله سوا. انا وهو عدي من السلم ده. زارلينج. ايوه بس عارف، ما اعرفش ليه لعيبه الكوره لازم يعملوا دي، يعني هي ما تتعملش غير لازم ايدي تبقى كده، ما اعرفش. اتفضل عبد الرحمن. اتفضل اقعد هنا، كرسيك هنا اهو. ماشي. ايه الاخبار؟ كله تمام. قول لي بقى، انت القلب ابيض؟ الحمد لله. الحمد لله. من امتى بقى؟ بس ايه، من خطين لازم. يا سلام عليك، خطين مهمين. ياكل عصب، انا خايف اضرب. قول لي انت زملكاوي من امتى يا معلم؟ وانا عندي 7 سنين، كنت قاعد بتفرج على اهلي وزمالك، فبصيت لقيت الزمالك جمل وبتاع. ده كان مين بقى فرقه الزمالك ساعتها؟ كان الجون واقف عندنا حسين السيد. ومين كان قدام بقى؟ لا ما افتكرش. ما افتكر. امال فرقه بيضه بتلعب كره حلوه. كتر خير. هم دول حلوين قوي كده قوي يعني. وبعد كده بقى ايه، كملت مع اللحظات الحلوه واللحظات اللي مش قد كده. طيب قول لي، بالنسبه لك مين اكتر 3 لعيبه حبيتهم او تحب تتفرج عليهم؟ حازم امام، عمرو زكي، يعني وحاليا ممكن تقول بن شرقي. بن شرقي يعني اكتر 3 لعيبه اثروا فيا، يمكن عشان يعني طريقه لعبي وانا برضو واحنا بنلعب. طب انت لعيب يعني في الخماسي وكده زي بن شرقي؟ ايوه يعني يا سلام. طريقه اللعب دي. طب مين اللعيب اللي زعلت انه مشي؟ جمال حمزه. جمال حمزه عشان راح الاهلي، خلي بالك. طيب. عشان كده. عشان كده اصل الراجل ما لعبش يا عم، ده نزل بالتمرينه بس التيشيرت. ما قدرش يستحمل. ما قدرش يستحمل. اوبا انت داخل سخن. طيب قول لي، طبعا شفت فاينل القرن؟ طبعا. شايف الماتش مشي ازاي؟ بص انا كنت شايف ان كانت طريقه الزمالك من ايام كارتيرون، الموضوع كان عباره عن ان هو بيسيب اللي قدامك يخلص اللعب اللي عنده وتبتدي تتقفل وتلعب مرتد، وتبتدي بقى تعالى بقى انا تعالى نشتغل فيتنس بدني، عشان هو كمان كان احمال، فاهم النقطه دي. الاهلي بيعرف ان هو ايه السهل، ان انا اخلص، عايز اخلص. بتخلص ازاي؟ بشغل الجنبين، العب على اسلام جابر عشان في مشكله في الحته دي. بيبتدي بقى من هنا، ابتدى ان هو ايه، انت برضو انت مخضوض، عندك غيابات كتير. شايف بالذات خط الهجوم الناس اللي قدام، بالذات اجاي، قفشه، حسين الشحات، شايفهم كانوا خطيرين قوي على دفاع الزمالك؟ لا خالص والله، يعني يمكن انا ما كنتش شايف ان ممكن يحصل قلق خالص، خصوصا كمان ان انت يعني شايف ان هجوم الاهلي ما جاش اصلا. ما فيش اصلا. يا سلام. ما بعترفش ان في هجوم للاهلي اصلا. اوبا. انا موتك. فقفشه مع السوليه بتبقى بتلاقي الدنيا مطره خالص في الملعب. طب انت بالنسبه لك جون شيكا ولا جون قفشه؟ لا جون شيكا طبعا. يلا ده انا هاكلك على جون قفشه عشان حاسم. طب خليني اقول لك حاجه واطلب منك طلب. اتفضل. بكل خبره السنين بس استنى، وكل يعني ما في قلبي من حنين الجون بتاعي. الراجل اداها لك باليمين. بتقطع فيا. خدت احسن جون في افريقيا. هو مش عاجبك كده؟ غصب عني. المفاجاه ان جاي من ورايا واحد، بيجي من وراك، فمين اللي بيتكلم من ورايا؟ ده كان لسه هيقطع فيك دلوقتي. عادي هيقطع من الاربعه اللي لسه حالك. لا لا، هي الدخله كانت حلوه لان هو كان كانش يعرف اللي انا داخل عليه وكده، فهي دي كانت ميزه. حتى هو لما شافني استغرب وكده ولقيته سكت وبتاع. قول لك كابتن، صباح الفل الاول، والف مبروك على الثلاثيه. الله يبارك فيك يا حبيبي، تسلم. ماتش زي ده طبعا اكيد عشان الزمالك وفاينل القرن، مش محتاج اتكلم، ماتش اكيد بتحضروا له تركيز 100%. بس لحظه الجون دي اللحظه اللي ممكن لعيب لثانيه من الزمن كده يسيبه من كل حاجه ولا انا اجرب؟ لا هي جت كده، هي جت يعني بتاعت ربنا، فاهم انت؟ هي مواقف، فاهم يعني؟ هي مواقف، هو الموقف جه، فهو القرار اتاخد خلاص. القرار جه في لحظه كده. هو القرار لحظه، لو القرار لحظتين مش هيجي. طب لو كان جت في العارضه؟ لا كنت هزعل. كنت هزعل يعني. السنه دي 13 كره في العرض. انت جايب جون كتير جدا. لا الحمد لله اللي جاب جون يعني. لما الكره دخلت جون حسيت الماتش هرب، الدقيقه كانت 86، راح الماتش ولا كان لسه فيه؟ لا عادي، هنتعادل يا رجاله، ده الاهلي.
اوبا أيوه. طب متعادلته في الاخر ده اللي انا بتكلم في ساعتها احنا في ساعتها ولا كابتن انتوا كره الشحات اللي في العارضه بعديها كره زيزو في العارضه الماتش كان بيهرب ولا بالنسبه لكم لا لا كانت كره زيزو بالنسبه لنا اصعب هي دي اللي يعني كنت قلقان شويه بعدها لان الكره دي كنت انا واقف وراها كنت شايفها رايحه فين يعني اوكي لكن بتاعت جول اه بالظبط فدي اللي قلقتني اكتر لكن بتاعت حسين يعني هو توفيق يعني دي عكس بتاعتي بقى اللي حسين يبقى الجون فاضي يتحط تيجي في العارضه وانا بتاعتي من بعيده تروح فاهم فهي ده توفيق ربنا يعني وكانت طبعا في دماغك اي احتفال ولا انت اصلا جريت وخلاص اللي هو لا انا عامل حسابي في الاحتفال ده اللي انا لما اجيب جون في نهائي افريقيا اعمل حركه يا سلام يعني. يا لعيب جاهز نفسي ده يا لعيب عايش الراجل ده في انبي وفي بيراميدز كنت شايفه في قبل كده في الانديه اللي لعب فيها قبل كده انه لا ده هو ده جاي واحد من نجوم الكره المصريه ونجوم المنتخب انا كنت متابع قفشه وانا في بيترو سبورت عضو في النادي يعني فانا كنت متابعه وهو بيتمرن مع انبي حلو قوي يعني انا بحب طريقه لعب يعني يمكن عشان زي ما انك بتقولها من تحت درس كده ما بيتك عليها بحب طريقه لعب طريقه لعب يعني طريقه لعب وانا برضو بلعب بنفس الطريقه يعني هي الحر ده يعني انت حريف كده طيب احنا كابتن قفشه قدام عبد الرحمن هنحط لكم النهارده واحد على واحد في الاسئله معلومات عن الكوره تريفيا هو اللي هيكسب هنشوف لا في خمس اسئله للاهلي وخمس اسئله للزمالك هو اللي هيكسب السؤال الاول ابتدي مين عبد الرحمن عشان هو الكبير لا لا انت الكبير ماشي السؤال الاول ماتش الاهلي والزمالك في الدوره الرباعيه اللي خلص 1-0 مين من الزمالك ضيع ضربه جزاء الماتش ده محمود فتح الله مظبوط السؤال الثاني الزمالك كسب غزل المحله في اول سوبر محلي سنة 2001 مين جاب اجوان الزمالك؟ حسام حسن صح السؤال الثالث ايه اسم النادي الهولندي اللي لعب له حازم امام؟ جراف شاب طيب يا عم انا خسرت من دلوقتي خلي بالك الراجل واخد وضعية مبابي والراجل ايه ما جاهز قاعد جاهز السؤال الرابع عبد الحليم علي جه الزمالك منين؟ الشرقية للدخان صح السؤال الخامس ايه هي جنسيه لعيب الزمالك كينج ساني بنيني نيجيري اربع نقط قبل ما تسالنا اعتبره هو كسب لا يا كابتن لان انا في الاسئله سيف ليه معلوماتك مش هتلاقيني معلوماتك سهله لا معلوماتك لا والله معلوماتك طب انا هحاول لونها ايه لا ابيض يعني احمر نقطه ايه ادي اول نقطه كده بنيني يبقى انت كده اربع نقط من الخمسه كابتن قفشه مين اللي سجل الجون الاول للاهلي في نهائي دوري الابطال 2012 وليد سليمان جده ماشي السؤال الثاني تانيش الاهلي جاب محمد الشناوي من نادي ايه من نادي ايه يعني هو الاول كان فين ورجع فين ولا ايه ولا اخر يعني مره هو جه الاهلي اخر نادي قبل ما يلعب للاهلي كان فين بتروجيت مظبوط ثالث سؤال نادي بلاتينيوم اللي كان مع الاهلي في مجموعه دوري الابطال السنه دي من دوله ايه صفر افريقيا ما انت سافرت هناك ما روحتش شفت قال لك ايه معاهم الماتش ده قال لك صفر افريقيا لا احنا بطولات افريقيا لكن صفر في حاجه ثانيه ماشي يبقى كده ايه نقطه من ثلاث اسئله زيمبابوي طيب السؤال الرابع اليو ديانج كان بيلعب في دوله ايه قبل ما يجي الاهلي المغرب الجزائر السؤال الخامس الجزائر مين اكتر لعيب لعب ماتشات بتشيرت النادي الاهلي حسام عاشور مظبوط كنت متوقع ان هو هيكسب اكتر لان انا مش من النوعيه اللي بتفرج كتير او بقرا الحاجات دي كتير يعني لا عكس توقعاتي مش ما كنتش متوقع كده قلت هو عنده هيروح اكتر يعني اكتر مني ده طبيعي يعني انه لعيب كوره يعني نخش على اسئله السرعه خمس اسئله اللي هيجاوب اسرع هياخد ايه النقطه ولكن مبروك عليك يا ابويا لا وعلى طول مبروك عليك الشغل بتاع موسيماني ده مبروك عليك وتمام السؤال الاول مين النادي الفرنسي اللي لعب له حسني عبد ربه واحمد ابو مسلم ستراسبورغ صح مين اللي سجل جون مصر الوحيد قدام الكاميرون في فاينل 2017 النني ما هو حاسس بالسؤال جاي ماشي انت عايز السرعه يعني. انا عايزك تحس بالسؤال جاي ماشي مين الفريق اللي صعد من الممتاز به السنه دي من مجموعه القاهره البنك الاهلي سيراميكا صح للمعزوز
6 2 هي دي بقى القضية. 6 2 السؤال الرابع. نادي الرجاء، نادي الرجاء اللي كان في الدوري الموسم اللي فات من محافظة ايه؟ مطروح. كابتن انا على فكرة انا لعبت فيه. يا سلام، لعبت في الرجاء 6 شهور قبل عارف. قبل انبي 6 شهور. طب مين اللي قال يا جماعة الناس تتفرج؟ كابتن مجدي. طيب يبقى كده 6 3. السؤال الخامس، مين سجل أول جون لمنتخب مصر في أمم أفريقيا 2010؟ عماد متعب. عماد متعب صح يا كابتن. 5 نقط يا اوعى الراجل يبعد عنك. لا لا تقلقش. هتجيبه في شوط على الجون بتوع الاخر. احنا بتوع هتجيب في الاخر. لما دخلنا على الاسئله السريعه كنت مركز قوي ان انا لازم اخد منه كل الاسئله عشان انا مش ضامن بعد كده هقدر اخد منه ايه في الملعب. بقول لك ايه، خلي كابتن مجدي هو اللي يصلح لك. شفت عندي روح رياضه والله العظيم. خليه هو اللي يصلح لك. يلا بينا. اول كوره جميلة. الأولى هزت ملعب. أنا عايز أقول لك على حاجة، هو اللي هيجيب التلاتة عشان أنا بصلح له. جميلة. طب دي تتحسب جول؟ أه دخلت. طب ما طلعت بره؟ لا دخلت في دخلت في البتاع. الكره الثالثه المفاجاه حتى الان مفاجاه. ده كانت جايه في وشي يا عم. لا والله. اذا 3 كور عبد الرحمن لابس تحت هذه الجاكيت تيشيرت المانيا، يعني روح الماكينات. ده هو كان مركز وتنشن كده وعامل زي ما انا اشرف عندنا. صلح لكابتن قفشه. يلا بينا اشوف نيتك بقى معايا. الراجل بصراحه سلمك 3 كور عنب. يلا اديله بقى موز. هو سلمك عنب، اديله بطيخ، اديله حاجه حلوه كده. لا لا براحتك براحتك. عايزها بالراحه؟ لا زي ما عملتها لك عادي. ماشي. يلا اول كوره. يلا. داخل كابتن قفشه. قفشه. وصدها. انت جاي تتصيط هنا بقى. تاني كوره. يلا. اقفل رجلك. تالت كوره. كابتن قفشه هات حاجه من هنا بقى. واحدة من دي ويصدها ويصدها. سبت التلاتة اهو. تعالى بس لسه هكسبك ما تقلقش. ويصدها. بص انا كنت متوقع ان هو يبقى ند معايا وان انا يعني انا اجيب فهو يجيب انا اجيب، ما كنتش متوقع انه ضيع بصراحة خالص يعني. ايه رأيكم في شكل نضارة عليا؟ هي عشان بتاعتي فطبيعة تبقى حلوة. الله عليك يا كابتن. الله عليك. لا يوسف مش عارف جاي يقلبني النهاردة. كان عايز الساعة بس الحمد لله اداني. طيب هنخش دلوقتي على ضربات جزاء، 3 كور و3 كور. يلا بينا. مين هيشوط الأول؟ هو عشان هو بدأ الأول فهو اللي هيبدأ الأول. تحب تجرب فتفتح السكور ولا خايف ده يكون ضغط من كابتن؟ يلا بينا أي حاجة. خلي بالك ما تقفش بس. يلا بينا. اوعى تقفش. يلا بينا. اتفضل. يلا أول كرة. في الأوت إن شاء الله. بره يا شاه. جميلة. الضربة الثانية من عبد الرحمن لل 12. شاب صيدلية فعلا. كتفان الله يكرمك. عندي صداع. يلا الضربة الثالثة. صد حاجة بقى يا ابني بقى. شريط اسبرين الله يكرمك. وانا بشوط البلان كنت بفكر في هحط في زاوية كويسة تبقى زاوية شيك زي ما بيقولوا يعني. كده كابتن قفشة حاجة من الاتنين، يا هيسجل كله وهيكسب يا هيضيع كله ويديهم حاجة يكسبوها، حاجة من الاتنين. كابتن قفشة هو بيجي عندنا ويزد يعمل فيها الحضر. هو واضح انه بيحبك. يلا يا عم. ايه ضربة جزاء؟ مش هحتفل غير لما اكسب. بخبرة السنين وبكل ما في قلبي من حنين حطها له في اليمين، حطها له في اليمين، بس هي كانت في الشمال يعني، بس حطها له في اليمين.
وربنا حطنا في اليمين. ثالث كرة حطها له في الشمال برضه، بس حطها له في اليمين، حطها له في اليمين وربنا وربنا حطها له في اليمين. لما جاب هو الثلاث بلانات ابتديت انا اقلق بقى خلاص، هو ابتدى كده في فوكس بقى قوي عنده، فابتديت كنت لازم اقلق يعني. لسه في واحد على واحد، ولسه في شوط على التارجتس، واضح ان في كامباك كده على الهادي. رجعنا لكم مره تانيه مع عبد الرحمن كابتن قفشه، ان شاء الله اكسبه. طيب دلوقتي احنا في الواحد على واحد، مين عايز يبتدي؟ كابتن مجدي. لا لا هو يبدا زي ما احنا بدانا في الاول. ماشي هبدا. كابتن مجدي هيبتدي الواحد على واحد، يلا بينا. يلا بينا كابتن قفشه. واول كره واحد. كده سبع نقط كابتن قفشه. تاني كره قفل عليه، اوه حطها له. شهاب والله في حته حاول يعمل حته كابوكي كده بس ما جاتش معاه. ده حلو بقى عشان الجماهير. كابتن قفشه تالت كره. التامنه ولا ايه؟ كمنا ولا اوه ويصدها يا شاب. جميله يا شاب. يلا اول كره لعبد الرحمن. يلا شهاب. اوه شهاب نفق. شهاب اللي بيوصل على مدينه نصر ده على طول، عارفه ده. ويطلعها بره. واخر كوره وتطلع بره وتفضل النتيجه 14 8، فرق 6 نقط. ثانيه واحده بقى، معلش ثانيه واحده، معلش يا كابتن ثانيه واحده. الله يبارك لك يا شيخ. انا معترض على الجون ده. الله يرضى عنك يا شيخ. انت بعد دي بص الله يرضى. تعالى انا قلت له جلابيه بقى عشان تعدي. تعالى اقول لك حاجه. سلام يا جاي. اللحظات الموترة في جميع أرجاء الملعب، كله بيعض على أظافره، أكنها الدقيقة 85 و40 ثانية، ولسه محمود علاء مطفش الكرة بره ال 18 بتاعة الزمالك، وكرة صادة في نص الملعب. يا ترى إيه اللي هيحصل؟ القضية كابتن قفشة قدام عبد الرحمن. السكور قرب دلوقتي، إحنا على التارجتس فوق بدل باتنين عشان دي حلقة مميزة جدا، بدل باتنين هنخليها بتلاتة، وتحت هي ايه واحد زي ما احنا. هنشوف الاستراتيجيات، حد هياخد الريسك، عبد الرحمن هيأمن ويلعب المضمون ولا ايه؟ قول لعب. فوق احنا فوق. ايه ده ايه الثقة دي؟ كله إيه فوق. ايه ده ايه ده؟ كله فوق. كله في العالي كده؟ تلاتة فوق؟ كله فوق، مش هتجيب ولا واحدة. اوبا مش هتجيب ولا واحدة. دخلت أنا الأول، هو كان عايز يعرف هو ماشي فين. مين هيبتدي؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن هيبتدي؟ خش يا عم، يلا ورينا هتجيب كام واحدة فوق. عبد الرحمن 14 نقطة. وداخل على اول كوره. اوبا ادي يا عبدو، ادي يا عبدو. كده 17 نقطه. بقول لك حد هيعدلها؟ طيب لا ما هيخش في الفاضي بقى. خش في الناحيه الثانيه. اوبا ادي يا عبدو لعيب كبير. لعيب كبير 20. ده انت مركز قوي يا عم. والكره الثالثه. طب هجيبها فين دي؟ ما البتاع لفت. اوبا 21 ولساني 60 ولساني 60. 21 نقطه عبد الرحمن.
ولكن لسه كابتن قفشه يشوط. لسه ايه هجيب الثلاث لا معلش ما انا افهمك حاجه. تعالى افهمك حاجه. مش فاهم. بنلعب الديربي كل حاجه بس انا راجل اهلي معلش انا ياسر اديني مساحتي. انا راجل اهلي. مساحتك خالص. انت لازم تحط جون وانا احتفل معاك بالقضيه. فكك بقى من اي حاجه. بالقضيه يعني؟ اه ماشي اه لازم. لا يا عم القضيه يلا تفوتوا عليها. كابتن قفشه والضربه الاولى. والنبي واحد احتفل معاك بيها والنبي. ماشي والنبي واحد احتفل معاك بيها والنبي. لا مش هجيبها. ده بيطلع قاصد يا عم. لا انت جاب باص انت جاب باص فرحتي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله عشان هو يكسب. عشان هو يكسب يا عم. طب انا عايز احتفل معاك يا عم. يا عم يا روج يا حبيبي انا راجل الزمالكاوي اكتر من الراجل الاهلاوي. يا عم انا بشجع. يا عم انا راجل عايزه يكسب عشان ما اكسبش حاجه خالص الايام اللي فاتت. الراجل طلع كله بره قصد ايه ده؟ قصد في اثنين عشان هو يكسب بصراحه. سواء في واحده كده انا اللي لعبتها وحشه. طبيعي كل واحد بيحب المكسب يعني. كنت مبسوط جدا ان انا كسبت. فاهم يعني كنت مبسوط ان انا عايزه يكسب حتى عشان نبقى مبسوطين وهو يبقى مبسوط. فدي اهم حاجه يعني في اليوم. معلش بقى بنستاذن يا جماعه المخرج. معلش اتفضل معلش امسك دي لحظه. معلش بقى انا اكننا حطينا جول. والنبي اديني واحده هنا برضه. عايز ايه برضه اكننا حطيت جول. واحده والنبي. اه في عيني دي القاضيه دي. ها وعبد الرحمن فاجئنا بنشان ده قال لك بن شرقي حبيبي في اول الحلقه والعب. تعالى تعالى ده انت تروح تلعب مكان بن شرقي بقى يا عم. الراجل قال لك انا مشجع زملكاوي والكره دي بالنسبه لي مربعه ودخل شاط. ايه انت تعرف موسيماني؟ لا ولا ده التنيم ده انا عارفه التنيم ده عبد الله. اتمنى للناس كلها يعني تتعامل مع المشجعين ان هم اخواتهم مش انت كلاعب كوره هو كمشجع. كلنا في الاخر يعني اولاد بلد واولاد تسعه. شخص محترم جدا متواضع ومن بلد كده مننا يعني. استاذنك يا كابتن امضى كده حلوه جدا حبيبي. مش ليا لعبد الرحمن التيشيرت ده. لعبد الرحمن يعني التيشيرت ده لعبد الرحمن. ماشي انا عشان خاطر عبد الرحمن همضي له عليه. تسلم يا كابتن كده بقى معلش. اه حبيبي ده كده زي الشجر في حديقه الاندلس ده اهو. بص كده اهو ام وايه. جميل حلوه دي. اه حلوه. هتتبروز دي ولا هتعمل فيها ايه؟ كابتن مجدي تبقى حلوه. اوبا الموضوع صعب جدا. هحاول بص يعني هحطها في اخر الدولاب عشان محدش يشوفها. بس هديه مقبوله طبعا حاجه جميله جدا من كابتن كبير يعني زي قفشه. خد عليك الامضه وانا النضاره كان عيني فيها بس حصل خير خلاص. إيه؟ لا ايه ده تاني حبيبي حبيبي حبيب. خلينا نبدا بجماهير الزمالك عشان ما حدش فيهم بس يكون زعلان. اقول لهم هارد لك على البطوله وانتوا فريق كبير وجماهير كبير وجماهير محترمه وان شاء الله الفتره الجايه ربنا يكرمكم في افضل حال. طبعا جماهير الاهلي لو فضلت اتكلم كتير مش هدوم على حقهم لان هم دايما في ظهرنا وهم هم بالنسبه لنا رقم واحد. فاتمنى لهم كل التوفيق وان شاء الله الفتره اللي جايه نحقق بطولات كتير للنادي الاهلي والجماهير ان شاء الله. نشوفكم الحلقه الجايه من الديربي مع لعيب جديد ومشجع جديد. وسلام عليكم. وهاخد النضاره بس لما نقطع صوتي. انا هاخد النضاره دي.